الله جل وعلا قال: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من النور إلى الظلم، يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. أما الظلمات الأول المذكورة في إخراج الله جل وعلا المؤمنين منها فهي ظلمات الشبهات التي جاءت بها الشياطين، وأما النور الذي يخرج منه أصحاب الطواغيت الناس منه فالمقصود به نور الفطرة. فإن الناس جبلوا فطرة على عبادة ربهم، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. فيأتي هؤلاء الطواغيت رؤوس الكفر أئمة الضلالة فيجعلون الناس عياذا بالله يخرجون من هذا النور المبارك نور الفطرة بما يملونهم عليه من الشبهات حتى يترك الناس عياذا بالله تعالى دينهم. فهذا معنى قول الله، معنى قول الله جل وعلا: والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. ويدل عليه حديث: كل مولود يولد على الفطرة.